السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبقنا في الله معنا طبعة HBDZ 180 N في خلل في الطابعة دي، هوضحه لحضراتكم. بيجي دايما ايرور هنا اي بتقلب حرف الاي وبعدين 50. طبعا المشكلة دي بتوضح ايه؟ ان عندك في خلل. دايما بيقول لك لو دخلت على سيستم بتاع الطابعة هيقول لك ان الطابعة في حشرة في الورق بتاعها من تحت. لا، انت عندك هنا بيبقى الخلل في ترانس ماكس، هنا بيبقى عجز عن الدوران ما بيدورش، فانت بتفكه تمام، بتنضفه كويس وترجعه بيشتغل معاك والخطأ بيطلع معاك. لان الخطأ دوت بيجي في عدة اسباب يعني في الطبعة، يعني ممكن الخطأ دوت يكون تبع الحبر، يكون في حساس في الورق. لو دخلت على سيستم الطبعة على الكمبيوتر هيجيب لك حساس حساس الدرج بتاع الورق. طيب احنا الطبعة دي كان فيها نفس الخطأ ده، كان فيها الخطأ ايرور 200 ده هو الايرور 50، خطأ 50. ظبطناه ازاي؟ فتحنا الطبعة بتاعتنا تمام وطلعت الترانس ماكس بره. هنطلعه ازاي؟ هعرفك ازاي تخرجه الترانس ماكس وتنضفوه وترجعوه مكانه تاني بكل السهولة. اديتني مرة تمام اهي. اول حاجة بفك الكفرات اليمين واليسار، اليمين والشمال بتطلعه. تاني حاجة بتعمل ايه؟ بتفك المسمار اللي تحت ده والمسمار اللي هنا. حلو، نتابع مع بعض. في عندي هنا قفل اهو، القفل دوت بخلعه واشده لبره، يبقى في حماية تحت هنا بنطلعها، دي ملهاش لازمة عادي يعني، عشان تديك مساحة ان انت تعرف تشتغل في الطبع. طبعا دوت انا بقدم الشرح بعد ما عملت الصيانة، لان ما كانش في وقت ان انا اسجل الفيديو، بس الان يعني بعد ما خلصت الطبعة وعرفت الخلل بتاعها حبيت اوضحه لحضراتكم عشان لو واجهكم نفس المشكلة تقدروا تحلوها بكل سهولة. يبقى اول حاجة هنفك الكفرين الجنب اليمين واليسار، واهم حاجة القفل اللي هنا ده. القفل دوت لو مفتحتوش الترانس ماكس مش عمره ما هيطلع معاك تمام. طبعا تفتح الدرج بتاعك وتطلع الحبر بتاعك كله بره، خليه بره عشان تعرف ايه تشتغل ترانس ماكس، وتخرج الدرج كله كامل. يعني انا بطلع الحبر بتاعه اهو، الدرج ده نفسه بشيله، ده بتشيله عشان تقدر تتحرك توصل ترانس ماكس الداخلي تمام. انت بتخلعه ازاي؟ بتيجي من الجنب كده بتعوجه، ترفع البنز بتاعه من هنا كده لبعد فوق، وهكذا الناحيه التانية بيطلع معاك بره بكل سهوله خالص، بيطلع معاك بكل سهوله. الكلام تمام. طيب احنا بنقفل الباب عشان تعرف تسحب القفل اللي هنا، ترفعه وتلفه سنه كده وتشده لبره، لازم يطلع معاك بره كله كامل، لان ما طلعش معاك بره كامل مش هيخرج معاك من هنا. انا عملت كشف دوري على الطبعه كلها، طلعت الفيوزر، انا بوضح اللي انا عملته في الطبعه وخلى الكود يروح معايا، اللي انا اشتغلته في الطبعه انا بشرحه لحضراتكم، لان هو كان جايب لي الكود. حاولت كذا مره، قلت مثلا العيب في السكانر، ما جاش العيب في السكانر. فتحت الطبعه كامل، طلعت الترانس ماكس، نضفته، كان عليه اوساخ وكان مجلمد، ما كانش بيتحرك، ما كانش بيدور بانسياب. خرجته بره، فتحت المسمار ده والمسمار دوت والقفل اللي في الجنب، وبدات ايه اسحب الدراع من هنا، افتح القفل ده لفوق، القفل التاني لفوق، وتسحبه كده، ترجه كده، هيطلع معاك بهدوء خالص. لو مطلعش معاك من هنا، في عندي في الجنب هنا القفل اللي هو اللي بيدور الرول، بتيجي هنا كده من عند السوستة تسحبها لبره. شوف، لاحظ معايا اهو، تسحب معايا اهي، تسدها لبره كده وتسحب معاك القطعة بالكامل، تخرجها بره، تتم تنظيفها وتشيك في اي حاجة محشورة جوه، في اي شيء تخلص منها كويس. تطلع ترانس، تطلع الفوزر ازاي؟ بتطلع الكفر ده، وطبعا ده بيتشال، بنشيل الجزء ده، في فيديوهات موضحه ازاي تشيل كل الكلام ده، يتفك وتخرج الفيوزر بتاعك وتشيك عليه لو في اي حاجه محشوره بتتخلص منها تمام. يعني ده ملخص الكود. بتنضف كويس الطبعه، حتى لو كانت الطبعه مركونه فتره طويله بيجي فيها الاخطاء دي، تنضف كل الكلام ده وترجع ترجع تقفلها تاني من جديد، ان شاء الله الكود بيختفي معاك، الطبعة تشتغل معاك على الاستعداد طبعا. اهي الطبعة ايه،
ديت انا هعملها كده بس بعد ما خلصت شغل فيها عشان اصور الفيديو. عايز اشيل السكانر طبعا، اشيل القفل بتاعها من هنا، ده القفل بتاع السكانر تمام، وبتشد السلك بتاعه اهم حاجه، تشد السلك بتاعه تاخده ناحيه اليسار وبيطلع معاك برده بكل سهوله خالص. ده شرح مفصل للكود، وان شاء الله لو في اي اخطاء في طباعات اتش بي ليزر تانية عندكم تقدروا تسيبونا في التعليقات، وان شاء الله نقدر نساعدكم في حل المشكلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.